السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الرحمن ذو الفضل علي، أحمد الرحمن ذو الفضل علي، رب العباد ذو العرش العلي، وسلام الله وتسليمه للذي جاء بشرع مكمل، وسلام الله مني عليكم وتحية تؤدى للعلي. أنا ما جئت مبتدرا ساحة النظم فلست بالملي، إنما جئت موضحا لأمور أسأل الله أن تنجلي، وجئت أيضا مرحبا بكم والفخر لي، والله أسأل أن يجمعني وإياكم جميعا في جنان الخلد مع كل ولي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبسم الله نسير، وإلى الله المنتهى وإلى الله المصير. بسم الله الرحمن الرحيم، برنامج الوقاية خير من العلاج. برنامجكم برنامج ديني اجتماعي. الهدف من البرنامج هو أننا نفرق بين الأمراض العضوية والأمراض النفسية والأمراض الروحية، ده هدف البرنامج. لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه الدجالون والمشعوذون في هذا الزمان. والأغرب من ذلك أن للأسف بعض القنوات، سواء قنوات اليوتيوب أو غير ذلك، يفتحون لهم الأبواب حتى يعرضوا هذه البضاعة الفاسدة، يضيعوا على المسلمين عقيدتهم هذه البضاعة الفاسدة. الأغرب من ذلك أيضا أنهم يستخدمون كلام الله في هذه الأشياء، في السحر والشعوذة. كلام الله الذي هو الكلام الحق، الذي لا مرية فيه ولا شك ولا تبديلا فيه ولا تحريفا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الفرق بين الأمراض العضوية، نبدأ بالأمراض العضوية. المرض العضوي، المرض العضوي تعريفه هو داء مرتبط بالعضو نفسه. بمعنى إيه الكلام ده؟ يعني لو حد من المشاهدين عنده مثلا صداع في الرأس، الصداع يكون في الرأس، فالداء مرتبط بالعضو نفسه. يعني مفيش حد هيحس يكون عنده صداع والألم يكون في إيده، يعني أكيد يعني الكلام ده مش هيحصل. فالمرض العضوي هو مرض داؤه مرتبط بالجزء نفسه. يعني أي حد يشعر بأي مرض عضوي، تمام، بيكون المرض العضوي معروف، مكانه معلوم. بسيطة جدا، ده تعريف المرض العضوي. احنا ليه بنتكلم عن الأمراض العضوية والنفسية والروحية؟ لأن الأعراض بتاعت الثلاث أمراض كثيرا ما تتشابه، يعني بعض الأعراض أو أغلب هذه الأعراض تتشابه. فنحن نفرق بين هذا وهذا حتى نتمكن، وكل واحد يكون عنده مرض أو شيء معين يبدأ يبحث بالطريقة الشرعية أو بالطريقة السليمة. بمعنى إيه؟ بمعنى مش أي حد يشعر بتنميل في أطراف إيده أو ألم في أسفل الظهر أو ألم أو صداع مستمر، أول حاجة يفكر فيها يقول لك لا ده أنا مسحور أو عندي مس أو عندي حسد، نطلع نشوف راقي شرعي. موضوع الرقي الشرعي ده أنا يعني لا أعترف بهؤلاء، ما فيش حاجة في الدين بتاعنا اسمها راقي شرعي أو شيخ روحاني. قولا واحدا، مفيش في الدين بتاعنا حاجة اسمها راقي شرعي. بمعنى لو حد أصابه حتى مس أو سحر، الأصل في الموضوع إن الإنسان نفسه هو اللي يرقي نفسه بنفسه. قال تعالى وإن سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب إيه؟ دعوة الراقي أم الداعي إذا دعاني، تمام. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاني. المضطر صاحب المرض، صاحب المس، شفانا الله وإياكم وجميع المسلمين، صاحب المرض نفسه هو المضطر، هو الذي يشعر بالمرض نفسه. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاني، مش إذا دعا راقي. فالأصل في الموضوع إن أي إنسان أو إنسانة لابد إن هو يرقي نفسه بنفسه، ما فيش حاجة اسمها راقي شرعي. ولكن إن احتاج الأمر لراقي أو حد يقرأ القرآن، تمام، بيكون يعني من أهل السنة. حقيقة في هذا الزمن يعني البدع منتشرة والخرافات والسحرة والمشعوذين، وأنا يعني مش عايز أتكلم عن المخالفات الشرعية بتاعت هؤلاء، لأن لو فتحت في موضوع المخالفات الشرعية مش هننتهي، تمام. إحنا وصلنا الآن، الحاجة مبروكة البيوري والدتي، اتفضلي يا أمي،
ايوه اخوي. ازيك يا حاج، عامله ايه؟ ازيك يا ابني؟ حبيبتي عامل منوره ايه؟ منوره، عامل ايه يا ابني؟ الحمد لله في منور. نعمه، الله يخليك يا ابني، في نعمه والله بدعواتك. ربنا يخليكم ويبارك فيكم، خليكم ولادكم. ربنا يبارك فيك يا امي ويديك الصحه الله ويخليك لنا، يخليك يا رب، اسال الله يبارك العظيم. فيك يا الله يبارك فيك يا ضناي، خليكم ولادكم. ازيك يا ابراهيم؟ سامعك ابراهيم يا حاجه، ربنا ازيك؟ يخليك لنا يا رب، اسال الله ان يشفيك شفاء لا ربنا يوادر يخليك سقما. يا رب، ربنا ويبارك يبارك فيك يا فيك، امي يا رب، يخلي ربنا لك يبارك فيك مثلي ويخلي لك اولادك. حبيبتي، ربنا يحفظك يا رب. يعني شكرا للحاجه مبروكه وامي، ربنا يديها الصحه، ويعني بدايه طيبه وان شاء الله يعني تكون بدايه خير يا رب. وشكرا يا امي، وربنا يا رب يجازيك خير عنا كلنا يا رب العالمين، وجزاك الله عنا خيرا يا رب العالمين. المرض العضوي حضرات زي ما اتكلمنا فيه، هو مرض داؤه مرتبط بالداء نفسه، تمام؟ يعني ما فيش داعي ان الواحد يعني يقلق نفسه ويتكلم ويروح هنا ويروح هنا، احنا كده عرفنا المرض العضوي. طيب الامراض النفسيه، الامراض النفسيه تعرفها هي اعراض، بعض الاعراض يعني تصحبها بعض المظاهر الحسيه والجسميه، تمام؟ نظرا لوجود مشاكل نفسيه كالكبت، انفصام، يعني مشاكل نفسيه كتير ممكن برضو المشاكل دي تؤدي الى امراض حسيه، يعني امراض عضويه. يعني ممكن المريض النفسي يوصل بيه الحال برضو انه يكون عنده صداع مستمر، يكون عنده صداع مستمر. فبرضو ما نطلعش نجري على الرقاه الشرعيين او الدجالين او الناس اللي هم بيتكلموا في الموضوع ده، تمام؟ يعني المرض العضوي اتكلمنا فيه، المرض النفسي تعريفه بسيط، هي اعراض تصحبها مظاهر حسيه، مظاهر حسيه نتيجه لايه؟ للظروف اللي احنا بنعدي فيها. ممكن يكون حد عنده اكتئاب، عنده عزله، عنده مشاكل نفسيه، تمام؟ المشاكل النفسيه دي يعني بتصحب بعض المظاهر الحسيه، يعني ممكن واحد يكون عنده مثلا اكتئاب وتلاقي مثلا يظهر عليه قرح في الايد مثلا، حد تعبان او حد زعلان او حد حزين بيبص يلاقي عنده، بيطلع عنده تقرحات في الايد، بيبان عليه تقرحات. يعني هذه المظاهر من مظاهر برضو الامراض العضويه. اخويا الشيخ محمد عبد الوهاب، اتفضل الغالي علينا، الباحث في الرقيه الشرعيه، ربنا يجزيك خير، اتفضل يا شيخ محمد، اتفضل مولانا. الله يحفظك ويبارك فيك يا شيخنا، جزاكم الله خيرا والله، وجزا الله عز وجل كل من يعني من قام بهذا العمل وساهم في هذا الوقت الطيب، وخاصة في هذا يعني في هذا الأمر الخطير حقيقة بصراحة والله. يعني الواحد يعني بيشوف حاجات غريبة جدا جدا، وخاصة ممن يحسبون على الدعوة، يعني مخالفات بالكم الكبير، وللأسف ينسب هذا الكلام إلى المنهج. فيعني القائمين على هذه القناة نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطاهم وأن يرفع شأنهم، وأن نجعل هذه القناة قناة مباركة. وهذا الأمر الخطير وهو العلاج بالقرآن الكريم والرقية الشرعية، لا سيما في هذا الزمان، لأن يعني المخالفات كثيرة جدا والله العظيم شيخنا، وخاصة في القرى والأرياف وبعد الناس عن العلم الشرعي. ونرى يعني من المخالفات التي يندى لها الجبين، طبعا بعض الرقاه يعالج ويكون هناك اختلاط، ويكون هناك مس وخلوه غير شرعيه طبعا تماما، وكم راينا وسمعنا من هذا الامر. وطبعا في الارياف والقرى بعض الناس يعني يضع الاعمال والسحر والدجل، للاسف للاسف والله العظيم، وهذا الكلام يقال في بلاد المسلمين، توضع الأعمال والسحر في الموتى في القبور، يعني يوضع مع الميت في القبر، ورأيت هذا بعيني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك يا شيخنا أبو مسلم، وإن طبعا القناة تكون يعني مساهمة لنشر العلم الشرعي الصحيح والعلاج بالرقية الشرعية، وكل إنسان يعالج بالقرآن الكريم يتقي الله تبارك وتعالى في أمة المسلمين، في هؤلاء المرضى، فهم أحوج ما يكون إلى من يأخذ بأيديهم إلى بر الأمان والعلاج بالرقية الشرعية، وخاصة أن هذا الأمر يحسب على الإسلام ويحسب على الدعوة. فجزاك الله خيرا يا شيخنا، وجعل هذا الأمر في ميزان حسناتك،
وسدد على طريق الحق خطاك، وأن يجعلك وهذا الوقت أن يكون وقتا مباركا على هذه الأمة إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا شيخنا وحبيبنا. الله يا شيخنا نحن نستمتع بالنظر إلى هذا، سماع هذا الكلام الطيب والنظر إلى وجهك الطيب، نحسبك على خير ولا نشكرك على الله. شكرا شكرا شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب أبو مالك الباحث في العلوم الشرعية، جزاك الله عنا خيرا. حقيقة الشيخ محمد اتكلم في موضوع برضو مهم، أنا يعني ما كنتش عايز أتكلم فيه، بس الشيء بشيء يذكر. بعض الرقاة الشرعيين اللي أنا لا أعترف يعني بهم قولا واحدا، واللي شايف نفسه أن هو بيتكلم صح وراقي شرعي صح، يتفضل في البرنامج بتاعي الأسبوع القادم يجلس معايا ويعرفني إزاي هو بيشتغل، إزاي الرقية الشرعية. أنا عايز أي حد من الناس دولت يطلع، رقم الواتس بتاعي لو سمحت الإعداد يظهره، أي حد من الجماعة اللي هم اللي يطلقوا على نفسهم الرقاة الشرعيين أو المعالج الروحاني يتفضل يجي معايا الأسبوع القادم ويعرفني ويعلمني ويناظرني ونشوف هو بيشتغل إزاي، لأن خلاص إحنا يعني اكتفينا وتعبنا يعني من اللي بيحصل فعلا في الأرياف. يعني أنا برضو متربي في الأرياف وعارف اللي بيحصل في الأرياف، وعارف يعني هذه الخزعبلات والدجل وهذا الكلام. تمام. الأخ برضو تكلم في نقطة مهمة جدا، إن بعض الإخوة ما بيتقوش الله في بيوت المسلمين وفي نساء المسلمين. الأخت لما بتدخل في الصرع لازم تتكشف، لازم تتكشف. تتكشف أمام مين؟ أمام هؤلاء؟ لا طبعا، لا يجوز قولا واحدا، ما فيش فيه كلام. أتذكر موقف للمرأة السوداء الذي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، مرأة سوداء كما جاء في صحيح البخاري، المرأة السوداء الذي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع، يعني أنا مريضة بمرض الصرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها فقالت له ولكني حينما أسرع أتكشف، يعني بعض من أجزاء جسدي بيبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني منتظر أن هي يعني تقول النبي ادعو الله لي بشفاء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن أدعو الله لك أن يشفيك أم تصبري وتدخل الجنة؟ قالت لا أصبر، أصبر يا رسول الله وأدخل الجنة، ولكني أدعو الله لي ألا أتكشف. المرأة السوداء. طب بالله عليكم يعني المشاهدين في مصر أو في أي دولة، أي حد يسمعني، هذه المرأة في هذا المرض لو وقعت من الصرع وحتى لو تكشفت، هل تأثم على هذا التكشف؟ يعني لو تكشفت هل هي تأثم؟ لا والله. تمام. طيب الاستاذ مجدي معانا من القاهره، اتفضل استاذ مجدي، اتفضل ازي حضرتك. معانا الاستاذ مجدي من القاهره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ يا مرحبا استاذ مجدي، جزاك الله خيرا. والله فرصه سعيده ان احنا بنشوف برنامج بيتكلم على موضوع من الموضوعات المهمه في الوقت ده، وبرضو بنشوف قناه بتسمح بتواجد برضو ناس يشرحوا الموضوع ده، لانه الموضوع ده منتشر جدا في الايام دي، والبعد الناس عن الدين، فكل واحد يجرى له اي حاجه يقول لك انا مريض، انا حد حسدني، انا الناس بتحقد عليا، كل ده من الحاجات اللي هي يعني لبعد الناس من الدين. فلما بنلاقي برنامج زي كده بيوضح للناس وبينبههم الحاجات اللي هي الفرق بين الحاجات النفسيه والحاجات العضوية، فده بيبقى حاجة كويسة طبعا، بيبقى حاجة كويسة عشان الناس برضو يعني تتفقه في الدين، وفي نفس الوقت برضو هو تنبيه بيهم ان في فرق بين الحاجة العضوية والحاجة النفسية. وايام الرسول عليه الصلاة والسلام برضو ما كانش في حاجة اسمها راقي شرعي بيرقي الناس، يعني هو كان اي حد بيصيبه شيء او بيحس ان هو في حاجة زي كده مسة او حاجة زي كده، فهو اللي كان بيرقي نفسه. وموجود الحاجات دي كلها موجودة في السنة لو نرجع ليها، مش هنحتاج خالص لأي حد، لا راقي شرعي ولا شيخ، ولا هنقعد ندور على فلان ولا علان، ويمكن فلان أو علان ده بيتربح من وراه وهو بيعمل لنفسه، ويكون متفق مع ناس برضو هم بيعملوا له سيف وبيعملوا له يعني زي كده،
وبيتربح من وراه، وفي نفس الوقت ما بيستفيدش اللي هو اللي رايح له ده من شيء، بل بالعكس هو ممكن يضره. يعني هو ممكن يزرع في نفسه ان هو فعلا مصاب او ان هو فعلا محسود، ولازم الحسد دوت لازم له اشياء كتيره عشان خاطر يخرج من الخطر اللي هو فيه ده. انما في الاول وفي الاخر هو اقدار بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، والانسان لو مؤمن وعنده قناعه بربنا وعنده قناعه بالاحاديث وعنده قناعه بيقرا في الاسلام وبيقرا في القران، فمش هسيبه اي حاجه من دي. فاحنا بنشكر مثلا الاخ ابراهيم على انه اشتغل على موضوع زي ده. احنا بنشكرك، احنا بنشكرك جدا استاذ مجدي، جزاك الله عنا خيرا. ان شاء الله يعني كلام في الصميم، كلام كله ان شاء الله في الصميم. نرجع للمرأة السوداء الذي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع ولكني أتكشف. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن صبرت وتدخل الجنة، قالت أصبر أصبر وأدخل الجنة. نست المرض، نست كل اللي عندها من أمراض في سبيل أنها تصبر وتدخل الجنة. هذه المرأة السوداء هي يعني سوداء، يعني الحديث بيقول انها سوداء، يعني حتى لو تكشفت مش هتلفت الانظار، مش جميله ولا هي ملفته، حتى مش هتلفت الانظار لانها سوداء، ومع ذلك تحافظ على ستر عورتها. هذه المراه السوداء ولو وقعت وحتى وانكشفت هل هي تأثم؟ ليس على المريض حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، منها المجنون حتى يفيق. وهذه مرأة في الصرع داخل من الأمراض اللي هي النفسية أو الأمراض الروحية، حتى لو تكشفت ولكنها أرادت أن تحافظ على جسدها. هذه المرأة تعلم المسلمين الآن درسا عظيما. بل انظروا إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءها المرض وهي على فراش الموت نادت لعلي بن أبي طالب وقالت له إذ أنا مت، يعني بتوصي زوجها لو ماتت ما تندفنش بالليل، تندفن بالنهار. لماذا؟ حتى لا يتكشف جسمي ويراه الرجال. يعني حتى هي بتوصي انها لو ماتت تندفن، ما تندفنش بالنهار، تندفن بالليل علشان ما حدش يشوفها الرجال، لان اللي كانت الاول بتموت كانت بترفع الجسد بيبان، فهي ارادت ان لا يراها احد. ام المؤمنين عائشه، بلاش ده وده، أم المؤمنين عائشة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الغرفة، في الغرفة بتاعت أم المؤمنين عائشة، كانت تدخل الغرفة تغير الملابس وتلبس وتتكشف وتخرج. لما مات أبو بكر الصديق أبوها كانت أيضا تدخل الغرفة وتغير الملابس وتخرج، يعني مفيش مشاكل. لما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تقول لما مات زوجي فكان زوجي وأبي فهو أبي، أما عمر بن الخطاب فهو لا يحل لي، فكيف أتكشف على إنسان لا يحل لي؟ هو ميت يعني في القبر، يعني لا هيشوفها ولا هتشوفه. هذه هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فنصيحة لإخواتنا البنات، أولادنا وأمهاتنا ونساء المسلمين، في حالة حتى المرض والصرع لابد أن تتكشف. فيعني حافظي على هذه الأمانة، ومش كل حد عنده صداع أو عنده تنميل في الأطراف يطلع لراقي شرعي يقول له كذا كذا كذا. عندك الأطباء، اذهب إلى الأطباء وشوف المرض اللي عندك. معانا الأخت أم مروان، أستاذة أم مروان من البحيرة، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونشكر الصحة والجمال على البرنامج المهم جدا دوت، وبنشكر الاستاذ طبعا الاستاذ ابراهيم ابو مسلم، ربنا يجازيه خير يا رب. واهم حاجه السحر والحاله النفسيه. شكرا شكرا الاستاذه مروان، جزاك الله عنا خيرا جميعا. احنا برضو بنتكلم في نفس الموضوع، ان مش اي حد يا حضرات يكون عنده مرض عضوي يفكر ان هو مريض نفسي او مريض روحي. طيب احنا اتكلمنا عن المرض العضوي وفسرنا ايه هو المرض العضوي والمرض النفسي، واتكلمنا عن المرض الروحي، يعني الامراض الروحية ديت ناشئة، يعني تعرفها ان الامراض الروحية تمام هي امراض مصدرها السحر والمس والحسد والحسد تمام والعين. هذه الامراض تمام هي امراض روحيه تمام.
الأمراض الروحية دي تكون بسبب أذية شياطين الإنس أو شياطين الإيه؟ أو شياطين الجن. طيب هذه الأمراض تسبب أيضا مضاعفات في الجسم، يعني حتى الأمراض الروحية بتتشابه في الأعراض بتاعة الأمراض اللي هي الإيه؟ العضوية والأمراض النفسية، نفس الأمراض الروحية ونفس الأعراض، لأن أعراض الأمراض الروحية برضو بتصحبها مظاهر حسية، مظاهر عضوية، بل بالعكس كمان، تمام؟ الأمراض الروحية بتسبب خلل في كيمياء الجسم، بتخلي الإنسان ما عندوش اتزان، بتسبب خلل في كيمياء الجسم، وأحيانا بعض الفحوصات الطبية لا تكشف هذا المرض، يعني أحيانا بعض الفحوصات لا تكشف هذا المرض. طيب إحنا هنا نرجع بقى لإيه؟ بقى طيب الأخ الشيخ محمود دراز من البحيرة جزاه الله خيرا، الباحث في العلوم الشرعية، اتفضل يا شيخنا، اتفضل مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبعد، أبدأ بتحية الإسلام على كل العاملين بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما أشيد بهذا العمل الهادف النافع للناس كافة وللمسلمين خاصة. أخي الكريم الشيخ إبراهيم، أسأل الله لك السداد والتوفيق. لقد فجرت قضية خطيرة جدا باتت هي المحرك الرئيس لكثير من الناس وخصوصا في الأرياف، وبما أني أعيش في مجتمع ريفي تعرض علي الكثير من المشاكل مثل هذا النوع الخاص بالسحر وغيره من أمراض. فلقد حدثني رجل أنه أتى برجل يعالج زوجته من سحر كما يزعم، وصوره فيديو وهو يعالجها، فسمعته أي المعالج ينكر الجانب الطبي بالكلية مع وجود أشعة تبين أن المرأة بها انزلاق غضروفي، المرأة بها انزلاق غضروفي في العمود الفقري، والأعجب يذكر لهم أنه عالج مريضا كان يعاني من السرطان ويتداوى بالكيماوي وأخذ منهم 500 جنيه في جلسة واحدة. ما هو ده، هو ده شيخ محمود اللي احنا بنتكلم فيه، ان بعض الناس اللي هم يعني بيقال عليهم رقاة شرعيين بيعملوا حاجات، يعني انت بتقول دلوقتي ان الاخ بيحدثك بيقول لك انا عندي اشاعات رنين مغناطيسي ومقطعيه، تمام؟ لا. وبيقول لك انا مريض، خلاص مريض، والاخ اللي هو المفروض الراقي اللي احنا لا نعترف بهم طبعا بيقول لك ان ده مرض روحي. طيب احنا بنشكر الشيخ محمود عشان وقت البرنامج، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. علشان وقت البرنامج، يعني احنا في سؤال واحد بس سريعا كده، احنا وصلنا دلوقتي للامراض الروحيه والنفسيه والعضويه، هنا السؤال بقى ازاي احدد نوع المرض؟ ازاي نعرف ان انا مريض نفسي او مريض عضوي او مريض روحي؟ نبدا بالرقيه الشرعيه. الرقيه الشرعيه هي الذي تحدد المرض، يبقى الرقيه الشرعيه. المريض النفسي لا يتاثر، يعني المريض النفسي لا يتأثر بالرقية الشرعية، بل أحيانا يكون مطمئن ومرتاح، يعني مطمئن وجالس وتمام، تمام تمام. أما المريض الروحي، تمام، اللي هو عنده سحر أو مس أو حسد، غالبا ما لا يتأثر، غالبا يتأثر، والتأثير أنواع. تراه أحيانا يضحك أو يبكي أو ينام أو يضيق صدره أو يدخل في حالة صرع. المهم أن المريض الروحي يتأثر. والله يا جماعه يعني هو صراحه الوقت ضاع مننا بسرعه، وكان عندنا كلام كتير، لكن ان شاء الله في الحلقات القادمه سيكون الموضوع ان شاء الله مفصلا عن ذلك، وهندخل ان شاء الله في الفرق بين السحر والعين والحسد ان شاء الله في الحلقات القادمه. وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.